السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وسهلا مشاهدينا اليوم في برنامج صحتك في رمضان. اليوم لا نتكلم عن الأمراض الجلدية وتأثيرها على الصوم، والله تأثير الأمراض الصوم على الأمراض الجلدية. لا نبدأ شوي بمقدمة. الجلد هو أكبر عضو في الإنسان، مساحته هي أكبر مساحة عضو في الإنسان، وهو به اللي يحمي الأعضاء الثانية ينفر، وعنده ملي دور أنه يحمي ضد العوامل الخارجية، يحمي ضد الشمس، يحمي ضد الحمان، يحمي ضد البرود. دائما درجة حرارته متوازنة، ما تتغير بالعوامل المناخية، ويحمي ضد الجراثيم، ويحمي ضد العوامل المناخية، ذاك فر يحمي ضده. والماء مهم حتى للجلد، به اللي يتغذى منه ويتم ذاك مساهم انه يتم قائم بدوره اللي هو دور الحماية. ونين يصوم رقاش يخف شراب الماء يجي يوقع منه سيشخيس كيتاني اللي هي جفاف جديد في الجلد، جفاف شديد في الجلد، وذاك الجفاف يقد ينتج عنه من طبقات الجلد عد ماتات متماسكة، حتى عد ماتات متماسكة يقعدوا فيها كاد انهم جروحات صغيرين، يقد يدخل منهم الجراثيم، يقد يدخل منهم العوامل المناخية اللي تسبب الحساسية، كيف تلقى برا، كيف تياسم الأم وتوفيق. ذاك يقد يعوض ورقاش انه وقع عقب الفطور يشرب ياسر من الشراب، وتوفوا في ذا يعود 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 الصوم يعود صحي له بدل من يعود ضرر. هي الأمراض الجلدية التي تمنع الصوم؟ أمشي من الأمراض الجلدية اللي تمنع الصوم قاع نهائيا، ذيك الطبيب هو اللي حددها. فأغلب الأحيان الأمراض المناعية قالها لي ملادي أوتو أمين، كل الأمراض تعود تسبب مشاكل في الجلد وتسبب مشاكل مولي في أعضاء أخرين، كيف تسبب مشاكل في الكلى ومشاكل في القلب ومشاكل في 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 لي بومون في الرية. بلي ذوك الامراض الجسم من راسه يعدل المضادات ضد راسه، ويقوم كانه قاتل الجلد وقاتل الكلى وقاتل راسه توف. وذوك ممنوع فيهم الصوم، به اللي اولا تعود فيهم دائما مشكله في الكلى، وثانيا ملي ادويه اهلهم يقضوا شي من الادويه المتان اللي لابد دائما يشرب معاهم الماء، وذاك الطبيب هو اللي حدو. فمشي من الحساسيات الاخرى اينين يعود الماء. الحساسيه عايده ما هي واحد جسم الخلق عنده حساسيه ما هي عند صاحبه، وفي اغلب الاحيان نقولوا له رقاج يطرح البال ذاك الشيء اللي قيم له حساسيته يتفاداه. اينين يشوف رقاج انه اينين يصوم انه ذاك يقيم له حساسيته، معناها انه ياكدهم اللي مرات يعود كل مره يصوم يقوم هالو، معناه ان الصوم يقيم هالو، يقد يعود بالعطش، يقد يعود بالجوع، يقد يعود بالعوامل النفسيه مأثرة عليه، والله شي قيم هالو، لين يعود قيم هالو مرات ذاك معناه انه قيم هالو، يتعود حساسيه متينه وخطيره، طبيب دور يقول له يفطر، لين يعود شي عاجي ويقد يسيطر عليه بالادويه الخفيفه ملي دور يقول هالو. ما هي الفوائد الصحيه للصوم على الجلد؟ الصوم يعني يعود مفيد كاع، الصوم مفيد في اغلب الاحيان كاع للصحه تام. به اللي يحفز المناعة، وفي حالة رقاش يفطر فطار صحي، مع انه تم يفطر بالامور اللي مدسمة والامور اللي مسكرة وذاك الشيء، انين يستغل استغلال صحيح يعود له منفعة. ما هي النصائح التي تقدمونها لهذه الفئة من اجل صيام امن؟ الصائمين نقدموا لهم نصائح ان رقاش اكثر يشرب السوائل في الليل حتى، ويأكل الوكيل معتدل ما يكثر من الوكيل حتى ملي يأكل شوي وفوت ساعة ويأكل شوي، ويمارس الرياضة. وتشوف بالنسبة لأدوية الجلد اللي منها دهاين يداروا على سطح الجلد يوك ما يأثروا على الصوم، مي اللي فتاو فيها العلماء إيش ينتن به الجلد من فوق ما يأثر على الصوم، ما هو ماشي في الدم ولا هم أثر على الصوم، معناه أن رجاج عنده دواء يعمله في النهار يقدر لا يتم يعمله. وتشوف إنه يعود عنده أدوية أخرين منين يعود استعماله لابد منه في النهار دور يقولها له الطبيب، منين يعود قد يعمله في الليل وما اللي دور يقولها له ما مأثر عليه. للاستفادة من فوائد الصوم كما فتنا قلنا الرقاش يكثر من شراب السوائل في الليل بعد الإفطار، ويعدل إفطار صحي. وتوفوا بالنسبة للجلد أكثر شيء قد ينفعوا لا أكثر من السوائل. وتوفوا في النهار العسل من الشمس، به الشمس تزيد تفقد رقاش ياسر من السوائل ومضره ملي للجلد، يحاول انه يقعد عنها وقتها المتين، ولا ماذاك ملي يلبس اللباس الطويل ويجيك مضادات الشمس،
وتوفوا في الليل يمارس الرياضة ويأكلوا كيل صحي. ناس من الأمراض الأخرى اللي قاعد يقيمها الدسومة بلي الدسم الجل ودسومة الجل يبقوها الجراثيم، يبقوها الفطريات ويبقوها هذا ويعودوا يتقدوا يتكاثروا عليها. أنا رجاج حاول إنه يقلل من أي شيء مدسم، يخفف منه، يأكل منه لا شيء خفيف، جرعة خفيفة، يعود ما هو مكثر منه. في الأخير نختاركم في شهر رمضان تلتزموا بشرب ياسر من السوائل في الليل. الأمراض الجلدية قاع ما عندها حتى مشكلة مع الصوم، عدم صحي عليها ما يعود مضر عليها، لا قاعد يشرب ياسر من السوائل ويقلل منه كل شيء مدسم ويعدل الرياضة. ورمضانكم كريم. تبقيك والقلب فرحان، اهلا بمجيك شهر الغفران. النفس تبقيك والقلب فرحان، اهلا بمجيك شهر الغفران. النفس تبقيك والقلب فرحان، اهلا بمجيك شهر الغفران. ليل وطاعات يوم وبركات، ليل وطاعات